فرصة نعرفكم على أسود الصيانة. استقبال البرج مرحبا. لو سمحت، يبدو إنكم قاعدين تسوون بروفات السلامة، ولكن حاب أقول إنه ترى في ناس في المصعد. يا رجال، قل المصعد تعطل وفكنا. أغلق فمك يا مرجف. أبشر بعزك، ثواني أشبكك معنا بالصيانة. ثواني الصيانة، كيف أقدر أساعدك؟ عبد الله. إبو فهد. ما شاء الله، أنت شغال معنا في البرج. إي والله، بارت تايم جاب. ممتاز. وغير، وش صاير معك هالأيام؟ لو سمحت. والله يا أبد، طايح في هواية جديدة، تربية الضفادع. وأنا بعد، من وين تشتري ضفادعك؟ محل القطو السعيد. يا ولد. يا أخي، تصدق اكتشفت أن الضفادع حيوانات اجتماعية؟ يا حليلة. صادق. ما شاء الله. وش رأيك نطلع الغداء ونسولف ضفادع؟ قدرت تطعمهم ذبان؟ ما حبوها يا رجال، قعدت على الدود.